ويمكن التساؤل أستاذ عاكف، من وجهة نظر حضرتك كيف أثرت قرارات البنك المركزي بصفة عامة على الأداء الأسواق في مواجهة فيروس كورونا؟ أكيد دور البنك المركزي كان دور حيوي جدا، وزي ما قلت لحضرتك القرارات كانت سريعة ومتواترة وكانت شاملة وغطت جوانب كتير. لو ابتدينا على يعني أعتقد الهدف البنك المركزي أو الصورة الذهنية العامة كان عنده هو إزاي إن الشركات ما تتأثرش بصورة كبيرة، وإزاي إن يتم مساندتهم خلال الأزمة، وإزاي إن البنوك تقدر تحافظ على مراكزها المالية وعلى الموظفين بتاعها اللي هو أهم عنصر عندنا بنهتم بيه، وإزاي إن العملاء بصورة عامة ما يتأثروش بصورة كبيرة بالأزمة. فكان في حزمة كبيرة من القرارات اتخذت، جزء منها كان تركيزه هو دعم الشركات وإن إزاي الشركات ما تتأثرش، فتم تأجيل الأقساط للقروض والفوائد لكل العملاء لمدة 6 أشهر، ده للشركات وللأفراد، ولغى البنك المركزي غرامات التأخير، يعني كانت بتتحسب عليها فايدة بس ما تحسبش عليها غرامات تأخير، وبالتالي اللي كان عنده أي أزمة في الشركة بتاعته أو ماليا اتأثر شغله فكان عنده الفرصة أن هو يطلب تأجيل المديونية اللي عليه لغاية هذه الجائحة يعني ما تستقر بصورة تانية. فده تم فعلا بالفعل، وتم تأجيل الفوائد والأقساط لمدة 6 أشهر. جزء تاني كان برضو للتقليل عبء الفائدة على والمديونيات على الشركات، فتم تخفيض وتنشيط الدورة الاقتصادية بصورة عامة، تم تخفيض سعر الفائدة اللي هي الكوريدور ب3%، والغرض منها هو ان شركات اغلب الشركات لما بتستلف يعني هامش فوق سعر الكوريدور، فبالتالي انخفاضه ده بيقلل تكلفة الاموال على الشركات وبيساعدهم ان هم يعدوا من هذه الازمة، وفي نفس الوقت سعر الاقتراض للافراد بيبقى برضو افضل، فده بيقلل التأثير عليهم. في مجهود في مبادرات اللي تم يعني تفعيلها بصورة شديدة اللي هي 50 مليار لدعم الصناعة، دي برضو يعني كان ليها دور مهم، ان دي فائدة مدعمة كانت 10% بعدين تم تخفيضها ل8%. 100 مليار استاذ عاكف، 100 مليار مبادرة الصناعة، 100 مليار 100 مليار انا اسف، بالظبط 100 مليار، وفي 50 مليار للسياحة، وفي مبادرات مظبوط، وفي برضه لان ده من اكتر القطاعات اللي تاثرت. ال 100 مليار كانت للمقاولات والصناعه والزراعه، فدول برضه من القطاعات اللي هي كثيفه العماله واللي هي تاثرت بهذه الجائحه. مبادره السياحه طبعا من اكتر القطاعات اللي فعلا تاثرت، فكان مهم برضه ان هو يقدر يستلف بفائده مدعمه اللي هي 8%. في المبادره الجديده للمرتبات برضو لقطاع السياحة، دي برضو مهمة ان هو بيقدر يستلفوا القروض الشركات، ودي بضمان من المالية، فدي بفائدة مدعمة برضو 5% لقطاع السياحة ان هو يقدر يعني يدفع مرتباته في ظل هذه الجائحة اللي اثرت بصورة كبيرة على مستويات التشغيل. في ده دي حزمة زي ما قلنا بتركز أكتر على الاقتراض. في حزمة تانية أو قرارات تانية كانت بتركز أكتر على تفعيل خدمات الإلكترونية وتنشيط. أستاذ عاكف، قبل ما ندخل على الخدمات الإلكترونية، ممكن البنك المركزي خصها بجزء كبير جدا من الإجراءات اللي اتخذها خلال الفترة الأخيرة، لكن خليني أكلم حضرتك على اللي حضرتك اتكلمت عنه من مبادراتك. حضرتك اتكلمت عن تخفيض الفائدة 3% تقريبا، مبادرة للصناعة ب 100 مليار شملت ايضا السياحه والزراعه وقطاع المقاولات، تخفيض الفائده عليها من 10 ل 8%. كمان بنتكلم عن مبادرات للمصانع المتعثره والعملاء المتعثرين، تاجيل سداد الاقساط، واخيرا مبادره لضمان مخاطر الائتمان. البنك المركزي هنا حقق معادله صعبه علشان يشجع البنوك انها تضخ ائتمان اكتر في السوق، يوفر السيوله للشركات والمصانع انها تكون على قدره اكبر على العمل والانتاج في مواجهه فيروس كورونا. تفسير حضرتك للمعادله الصعبه دي في توقيت حرج زي الاشهر الاولى في مواجهه فيروس كورونا؟
وزي ما قلت كان فعلا السرعه كانت شديده، و يعني احنا متعودين على البنك المركزي ان هو بيقدر دايما عنده ديناميكيه وعنده حس السوق بصوره كبيره. فالمبادرات دي زي ما قلت لحضرتك هو كان عايز ينعش السوق، بس في نفس الوقت عايز يحافظ على الملاءه الماليه للبنوك. البنوك هي داعم رئيسي للاقتصاد خلال الفتره اللي فاتت وشالت عبء كبير خلال السنوات الماضيه، وما زالت، وخاصه يعني البنوك الحكوميه يعني بالظبط كافه البنوك، وبخاصه طبعا البنوك الحكوميه اللي هي شايله مسؤوليه شديده وعباء شديده داعمه، لان ده دورها طبعا، يعني ده من اهم الادوار اللي هي بتلعبها في الدوله، هو تحفيز النمو وتقديم افضل خدمات لكل الناس ودعمهم يعني خلال الاوقات الصعبه. فالمعادله دي زي ما قلت كان يعني ان انا حبيت ان انا اساعد الشركات وفي نفس الوقت البنوك ما تتاثرش بصوره سلبيه. فالمبادره لاستخدام شركه ضمان المخاطر الائتمان ك يعني ذراع للبنك المركزي، فان هي تتحمل نسبه 80% من المخاطر لبعض القروض، دي هتبقى يعني دورها مهم قوي، ان هي تقدر البنوك بالنسبه للشركات اللي حاسه ان خلال الفتره دي نسبه المخاطر بتاعتها مرتفعه ولكن لازم ان احنا نقف جنبها ونساندها، فبنقدر نستغل هذه المبادره. فدي كانت برضو يعني مفيده جدا وتوقيتها ممتاز وشالت العبء من على نقلت العبء المخاطر من البنوك لشركه ضمان المخاطر اللي هي مملوكه للبنك المركزي.